Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Les petites combes, astuces jadidah qui fait son arbaz les mouattara fi aqal min daqiqatayn. Les bnat touch lazem bark tjibou عندكم la vaseline, hadiya vaseline original ma fiha hatta idafa chma ou parfum min l'ikhtiyar ta'kom. Ana khayert oxygène de lava ou boîte sghira kima kom tchoufou. Kant andi had la boîte crème hydratante ta clinique و كيما قلت لكم لو بارفان والبنات مش راح نقول لكم طريقه ملاحه ياسر باش يقعد لكم البارفان في لابو تاعكم ما يروحش. و اون بليس دو سا عندكم مرطب زائد مرطب معطر, يعني مو زوج حوايج في حاجه واحده. البنات برك نوصيكم لا فازلين, شريو هادي اوريجينال ويدير 6000. انا شيتها لابوات هادي صغيره, شتها ب 6000 مش غاليه ياسر. نبداو البنات نحضروا, ندوبوا هذيك كميه صغيره تاع لافازلين, نجيو نصبها في البيتي بواتي تاعنا. البنات كي تدوبوا الشمعه بعدها او ماكسيموم او تقلبت لنا الشاشه مش مشكل. البنات نتوما كي تحبوا تشوفوا لا فيديو قلبوا التليفون. يعني هنا راني حطيت لافازلين بليتو دايما وفوق منها البارفان. البنات نتوما خيروا لو بارفان اللي تحبوه, او ماكسيموم نخلطوا البارفان مع مع لا فازلين دايبه باش شغل لي جانس مليح الخليط تاعنا. اي فوالا البنات كيما راكم تشوفوا يبدا يجمد لا فازلين, ونعاودوا نعملوا نفس العمليه, نعاودوا نكرروا بليتو العمليه, نهزوا لا فازلين ومندوبوها باسكو ما عملتش لا كونتيتي كامله, درتها ا دو فوا. البنات كي تجيو قلت لكم كي تجيو تدوبوا هذه لا فازلين سيو او ماكسيموم تبعدوا تبعدوا المغرف على النار كوم سا باش ما تحرق لكمش. انا تحرقت لي من تحت المغرف ودارت لي ديكا, الدنيا كلها ولات كحله. هاي الدوب البنات نزيدو نعاودو نصبو نكرو نفس العمليه كيما نقول لكم البنات درتها عدو زيتاب. نزيد نعاود نحط لي بارفان نتا جديد على البنات, نرش البارفان. والله هادي لاستيس ملاح ياسر البنات, ننصحكم بها. وشوفوا البنات لافازلين لا كولور تاعها ولات بلو بارابور لو بارفان لا كولور تاعو بلو. هلا نخلط الخليط كامل مع بعضه باش البارفان تدخل مليح في لافازلين. البنات اشاك فوا شونجيو نتوما, انا ندير هادي ومن بعد كي تفضلي هادي نزيد ندير بارفان واحد اخر, سا دي بون نتوما واش حابين ديرو. بون البنات وصلنا يعني لاخر الفيديو, يعني شوفوا النتيجه مع بعضنا تاع الفازلين كيفاش تكون. نخليكم على خير البنات, تهلاو في رواحيكم. فوالا البنات هذه هي فوالا يعني طريقه ملحه ياسر. مهم البنات نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله, وان شاء الله تجربوها هاد العفسه ملحه ياسر ياسر, وراح تكون تحافظ لكم اولا على البارفان تاعكم يطول, وثاني تكون مرطب تعملوها في يديكم بارتو. نتلاقاو في فيديو اخر البنات, تشاو.